تكبد العديد من الأشخاص خسائر مادية فادحة جراء عمليات النصب التي تقودها جهات مشبوهة في مجال الاستثمار الوهمي المعروف بالاحتيال الإلكتروني. الزميل محمد بن مشهور أعد لنا هذا التقرير. شركات وهمية وعصابات تروج للثراء. واصلت شركات الفوركس الوهمية إيقاع ضحاياها في فخ الأرباح السريع رغم الحملات التوعوية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص اللازمة. كما تزايدت في الفترة الأخيرة ألاعيب شركات التداول في السوق بشكل كبير بسبب أساليبهم المحترفة في النصب على العملاء وسرقة أموالهم بطرق حديثة خاصة في سوق الفوركس. لابد أن نوضح للسادة المشاهدين أنه الاستثمار يعني ما هو عيب أو ما هو يعني الاستثمار ذو يعني خطورة شديدة. وأيضا الإنترنت أو التقنية الحديثة في التجارة أيضا ليست عيبا وما فيها أي مشاكل إذا كان هناك وعي. بصفة عامة على مواقع التواصل الاجتماعي دائما وأبدا الخطر بيكون محفوف بالأفعال والتصرفات والأنشطة اللي تكون فيها ممارسات. تكمن هذه الخطورة في جزئية مهمة، إنك أنت بتعطيني أمر في نوع من التحفيز العالي. يعني أنا أحس إنك أنت بتقول والله يا رجل أعمال، يا مواطن عادي، يا إنسان موجود على النت أنا ما أعرفك، إنك أنت لو استثمرت معايا في كافة أنواع الاستثمارات اللي هي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي هيجيك عائد مثلا دخلت بمئة ألف بيجيك شهريا مثلا 20,000. طبعا أنت الآن بتخليني أفكر في أحلام وردية وأبدأ ألعب على عاطفتك، وإذا لعبت أنا على عاطفتك معناته أنا حاولت أني أنا أجيبك لمنطقتي، ومن خلال هذه الطريقة أستطيع أني أستنزفك من الأموال سواء أنت واللي حولك. نظام الجرائم المعلوماتية في المادة الرابعة عاقب بثلاث سنوات واثنين مليون ريال أو بهما معا في حالة وسائل الاحتيال الإلكتروني على الإنترنت لطالما كانت الوسيلة إلكترونية. ثقف نفسك في الأمور المالية الاستثمارية، ثقف نفسك في الأمور القانونية، استشير، ولابد انك ترجع للبنك اللي انت بتتعامل معه واستشير البنك اللي انت بتتعامل معه، ارجع لقوانين مؤسسة النقد. اطلقت الجهات المعنية حملة توعوية ضد نشاط الفوركس الغير مصرح، وتتضمن الحملة رسائل توعوية اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المواقع او الافراد الذين يروجون لهذا النشاط، بعد تعرض العديد من المتعاملين معها الى عمليات نصب واحتيال وتسببها في تحقيق خسائر مادية كبرى. وتم التحذير عبر الحسابات الرسمية في تويتر لمؤسسة النقد ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية بالتحذير من الانجراف وراء حملات الفوركس، مع قيام وزارة الإعلام والأمن العام بالتحذير عدة مرات من الانخداع وراء المكاسب السريعة. لبرنامج ياهل محمد بن مشهور، جدة.